السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي. هذا النهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على العلامات الأولى لأرنب مريض وأهم أمراض الأرانب حسب العمر. إذن للحديث عن أمراض الأرانب ممكن تقسيمها بين الأرنب الصغير يعني في عمر الشهر وبعد الفطام، وهناك أمراض الأرانب فوق 3 أشهر وحتى مرحلة البلوغ. إذن لنتكلم أولا عن الأرنب الصغير في مرحلة قبل الفطام يعني في عمر شهر واحد. فالأمراض التي ممكن أن تصيبه وهي كالتالي: مرض الإسهال، معروف هو مرض الإسهال، كاين مرض الهزال، يعني الارنب ديالكم كيتصاب واحد كيولي عنده واحد الهزال غير طبيعي، يعني كيولي ضعيف بزاف، وممكن ايضا ان يتاثر بالحراره. الارنب الصغير ممكن ان يتاثر بالحراره المفرطه او البرد القارس. اذا لتفادي هذه الحالات يجب مراقبه الصغار يوميا 3 مرات على الاقل، بحيث إذا لم يرضع من الأم بشكل منتظم ممكن أن يموت في أي لحظة. أما الأدوية، توجد هناك أدوية في الحقيقة لا توجد هناك أدوية في هذا العمر، ولكن ممكن إعطاء الأمهات بعض الفيتامينات والتغذية السليمة. أما في حالة وجود حبوب تحت الجلد، ممكن انه كيكون واحد الحب كيكون تحت الجلد، هي عباره في الحقيقه كتبان بحال النفطه، وحنا كنقولوا بلي هذاك راه حب عند الصغار، فيجب حقن الام بمضاد حيوي، ولكن حتى تفطمهم يعني بعد فطام الصغار ديالها، وذلك لعدم تاثرهم بالمضادات الحيويه واكتسابهم مناعه ضد الامراض. إذن هذا بالنسبة للأمراض التي تصيب الصغار. أما الكبار فيجب تطعيم وتحصين الأرانب ديالنا ضد التسمم الدموي أولا والتسمم المعوي، وذلك قبل أن يصابوا بأي مرض، وذلك قبل 3 أشهر الأولى. يعني إذا بلغ الأرنب 3 أشهر وهو غير محصن، يعني ما دايرش التحصين ديالو ضد التسممات الدمويه والمعويه، فممكن ان يموت الارنب لا قدر الله في اي لحظه. وليس الارنب فحسب، بل كل القطيع، لان هذا النوع من التسممات يعني الدموي او المعوي فهو معدي، ممكن اننا نلقوا ان القطيع كله تعدى بنفس المرض وكيموتوا بنفس الطريقه. اذا هذه الامراض هي في الحقيقه موسميه. اما الامراض اليوميه يعني اللي كتجيهم فغالبا ما تكون اما من سوء التغذيه او سوء النظافه. والبوادر الاولى لارنب مريض يعني ارنب كبير يعني اما بالغ، احنا كنقولهم ارنب كبير، وإصابة هي كتبدأ أولا بالامتناع عن الأكل، كتشوفوه مفروس في واحد الجهة وما باغيش ياكل، هذه أول حاجة. ثاني حاجة كيولي، وهذا الامتناع عن الأكل ممكن أن يدوم يعني من اليوم الاول، خصكم تلاحظوها، ملي شفتوا الماكله ما تكلاتش صافي راه كاين شي غلط، خصنا نفكوا هذاك الخطا. كاين عاوتاني الاسهال، وكاين في الحقيقه كاين قبل الاسهال كاين خشونه الشعر، يعني كيولي الشعر ديالو واقف ماشي املس. كاين عاوتاني الاصابه بالهزال المفاجئ، يعني حتى كتلقاو واحد النهار كان بصحته حتى ولا ضعيف، يعني مفاجئ. كاين اخيرا الاسهال، وهو حاله مرضيه ممكن ان تزول لوحدها، ممكن انكم غير تصوموه
يعني واحد النهار صافي كيولي الحالة الطبيعية ديالو. الى دام يعني ممكن تحيدوا هذا الاسهال المفاجئ يعني غير بمعلقه ديروها له ديال الخل مع الماء في واحد يطرو ديال الماء. ولكن الحاله الى طولت يعني اكثر من 3 ايام صافي تما كيولي باللي خاصكم ديروا واحد الغبره. راني فايت سبقت هضرت عليها في فيديوهات سابقين. هذيك الغبره ديال السميكتا سميتها سميكتا، هذيك ديال اللي كتقصح الكرش، هذيك كديروا واحد خنيشه وحده، كيتباعوا خنيشات كيدير شي 30 درهم فيها بزاف. غادي تشدوا غير خنيشه وحده وديروها في واحد البيكوره، وديك البيكوره تحيدوا منها الليبره وتعطيها لهم تقدموها لهم في الفم مباشره، صافي كيفريني داك الشيء كيولي بحال داير ستوب، ما كيبقاش داك يعني الاسهال وكيتشفى ان شاء الله بسرعه. وهاد القضيه هذه ديال سميكتا حاولوا انكم تطبقوها بزاف مع الامهات، لان الامهات ما عندهمش الحق يمرضوا وهما كيرضعوا، ما عندهمش الحق يرضعوا وهما حاملين. يعني ملي تشوفوها حامله وجاها الاسهال او حامله وهي كترضع، حاولوا انكم مباشره تفكروا في هذاك الدواء ديال سميكتا. سميكتا ديروها في واحد نص كاس ديال الماء، تخلطوا مزيان، ديروا الخنيشه ديالكم وتبقاو تعطيوها مباشره في الفم، ان شاء الله غادي يجيب الله التيسير. اذا كنظن ان الحلقه تكون ان شاء الله تكون راقتكم، راقت الاعجاب ديالكم. تكيو على زر جيم بس ساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.